بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا أعزائي الطلاب، موضوع اليوم حيكون عبارة عن الفريم بفر الخاص بنسخة فيري 5.6. حتكون معكم في أسفل الفيديو كرابط نزلوها للي مش موجود عنده. فيها أشياء كثير رائعة مفيدة، وحاب أني أشارككم بهالمعلومات الحلوة. بداية الفريم بفر هي عبارة عن منطقة الريندر لما نكبس F9 أو F10 Enter اللي بتعطيني ريندر، بتحتوي على مجموعة أشكال. بداية لما أكبر وأصغر، نوع التصغير والتكبير لاحظوا بيختفي القوس عندي. هون بصغر منطقة الفريم بفر، لما يتحول معي لشريط نقطتين بتكون عندي شيء ثاني هون، اللي هو لو عملنا دبل كليك بيطلع عندي منطقة الهيستوري، ودبل كليك في المنطقة اللي هون بيطلع عندي منطقة اللايرز اللي هي الطبقات. جدا رائعة مفيدة، تابعوني. منطقة الهيستوري فاضية، يعني ما مش موجود شيء. عشان أفعلها بروح على قائمة Options VFB Frame Buffer V-Ray Frame Buffer Settings وأدخل عليها. أول شيء لازم أعمله Enable إظهار. إظهار Enable، فبظهر لي آخر ريندر تم تسييفه في هذا المكان. وين المكان؟ Location Use Project Path which is My Documents، اللي هو Default Location للماكس بشكل عام، يفضل يكون فيه. كم مساحته؟ معك لحد 50 جيجا، وما تحسب انه قليل. 50 جيجا مناسب، لانه عاده اللايرز اللي داخل الصوره نفسها بتكبر من حجم الصوره، فعاده ما بتكون صوره، هي بتكون عباره عن مجموعه صور داخل هالصوره اللي هي الطبقات الناتجه عن الاليمنتس اللي عندي في المنطقه اللي هون. فكل رندر اليمنتس بيكونوا داخل كل صوره فيهم، حنحكي عنهم تباعا ان شاء الله. الان اوتو سيف اوبشن يفضل ما نشغله، باي ديفولت مطفي. ليه ما نشغله؟ لانه كل ما عملت تيست رندر او رندر حيسيب لي اياها في الهيستوري، فبيعبي المكان بشكل كبير، فبيكون مزعج نوعا ما. نسيب اللي احنا محتاجينه عن طريق الضغط على الزائد الاخضر هون بس. اوتو لود، اول ما اشغل الهيستوري حيشغل اللايرز اللي داخله بشكل اوتوماتيكي، وياخذ السايز المناسب فيهم. السايز ممكن يكون البوزيشن اند ثامنيل، يكون بالاسفل او يكون على الشمال. الحجم حيكون تكبير تصغير، انا بتحكم فيه عن طريق this menu width. والاسبيكت ريشيو اللي هي كم حجمه، واحد لواحد يعني زي شكل مربع بيجي تقريبا حجمه. ممكن يكون الاسبيكت ريشيو الخاص بالفول اتش دي اللي هو 16:9 مناسب اكثر. طبعا عن تكبير وتصغير وبين معي انه stick with this edge. طيب هو حيكون سنتر، لما يكون سنتر اللوكيشن لاحظوا انه لما اكبره واصغره بحافظ على السنتر تبعه بالضبط بالنص، لكن لما يكون فيت انسايد بيعطيني يكبر ويصغر حسب الفيت انسايد او حسب الفيت اوتسايد، تقريبا مش بعد عن بعض. الانفو اللي عندي هون عباره عن فونت اند باك جراوند، هي عباره عن فونت اللي بيظهر عندي في المنطقه اللي هون. فشو ريزوليوشن اند تايم، ريزوليوشن اللي هو حجم الصوره، تايم وقت الرندر، كثير مهم انه نعرف كم اخذ منا وقت في الرندر بالدقائق عادة. فممكن اظهرهم عن طريق اني اعمل on always دائما ظاهرين، او ان يكون on history hover، بس احط الماوس على الهيستوري، هاي منطقة الهيستوري كاملة يظهر عندي مباشرة، او يكون hover over بس الايمج، over the image تظهر معي بهالشكل. وممكن اعطي never انه ما يظهر ابدا، فافضل شيء انا شايفه شخصيا انه by image بهالشكل. ما ينطبق عليه ينطبق على شو نوت، النوت اللي هي التكست اللي انا بضيفه بشكل شخصي، ممكن اعطي رايت كليك واعطي اديت نوت واكتب اللي انا محتاجه. وممكن ما ينطبق عليه كمان ينطبق على الشورت كات اللي هي رقم واحد هون ورقم اثنين. شورت كات يعني اذا بضغط الان، طبعا لازم اعطي كلوز سيف اند كلوز، اذا بضغط الان رقم واحد من الكيبورد حتظهر عندي في المنطقه اللي هون، اذا بضغط رقم اثنين حيظهر عندي الشوت الثاني. فالشورت كات له رقم واحد واثنين بشكل عام. لو عملنا رايت كليك حلاحظ انه في عندنا مجموعه اوبشنز نحكيها بشكل سريع. اديت نوت بكتب اللي انا محتاجه، تعليق مني او للتذكير، ممكن يكون عندي مواصفات خاصه حاب اتكلم عنها عن هاي الرندر بشكل عام. الاوبشن الثاني ست اي، ممكن عشان اقارن بين رندر ورندر اعطي ذيس 1 اي والثاني يكون بي، واصير اقارن بين الصورتين خاصه اذا كان بينهم فرق بشكل عام. ممكن اعمل لود الفريم بفر نفسه، اعمله لود انسايد، احاول اثبته في المنطقه اللي هون، يعني كاني عملت ضغط على الشورت كات واحد، فكاني بعمل لود للفريم بفر عندي في المنطقه اللي هون. ممكن اعمل له ديليت، لود لايرز اللي داخله، لود فيري سيتنج، هاي مهمه كثير. كيف يعني؟ يعني لو رندرت صوره قبل اسبوع، صوره ثانيه بعد كم من يوم،
فكان قبل أسبوع كان عندي سيتنج مختلف. طبعا شو السيتنج اللي هي الأوبشنز هاي اللي هي الكومن الفيري الجي آي سيتنج والرندر إيلمنتس، هاي كلها اسمها سيتنج اللي هي بريست بشكل عام. فأنا رندرت بريست معين وحاب إني أجيبه الآن أمامي، رايت كليك وأعطيه لود بريست، ممكن أعمل له لود بريست اللي هي لود فيري سيتنج نفسها تقريبا. وفي عنا كومبير فيري سيتنج، ممكن أقارن بين وبين سيتنج عندي هون وسيتنج عندي في المنطقة اللي هون، فممكن أعطي لود للسيتنج تظهر معي مباشرة السيتنج عندي داخل السيستم. الآن أعملها لود، الآن ظهرت معي باللود الجديد، هي نفس السيتنج ما اختلفت لها تو شوتس، لكن ممكن أعملهم لودينج بهالطريقة، طريقة رائعة جدا ممتازة. ممكن أعمل أوبن سين، تخيلوا لما أرندر صورة، أرندر صورة وأسيفها هون وأفتح فايل تاني ورندره هون، فايل ثالث ورندره هون، أي واحدة من الصور اللي رندرتهم بعطيها رايت كليك بعطيني أوبن سين، يعني افتح الفايل نفسه، وهذا إشي رائع بالنسبة لكيس جروب، وهذا ريكورد وريلود هيستوري إنه أعد أعمل ريفرش لعملية جمعهم. فبالنهاية معلومات سريعة لكن إن شاء الله أنها مفيدة بالنسبة للهيستوري. ننتقل الآن لمنطقة الفريم بفر نفسه. ففي عنا اللايرز الخاصة بالإليمنتس رندر إليمنتس، هاي كلها عبارة عن رندر واحد، عشان هيك أخذ معي تقريبا 12 دقيقة أو 13 دقيقة رندر. حنحكي عنهم في الكومبوستينج هون. وعندنا الأوبشن الخاص بالفورغراوند والباكغراوند اللي هو الألفا شانل. نيجي على المنطقة الثانية اللي هون هي السيف، في عندنا ثلاث أوامر للسيف، أحفظ الصورة نفسها اللي أمامي الأوبشن الأول طبعا من ضغط المستمر على الماوس. السيف أول شانلز إن سيبريت فايل، كل واحد لوحده حيروح، كل لاير حتروح باسمها الخاص فيها. والأخيرة سيف أول شانلز إن سينجل فايل، سينجل فايل معناته حيكون EXR، EXR أو VRAY إيمج. EXR وVRAY إيمج محتاجين بلاجنز خاص على الفوتوشوب من أجل تشغيلهم، وكمان بشغلهم برنامج الأفتر إفكت من أجل المونتاج، لكن شوي حيكونوا 32 بت وحيكون الألفة تبعهم عالي شوي، فحتكون رو تعتبر خامة رو، فحجمها نوعا ما ضخم ومحتاجة يعني برنامج مختص مثل الأفتر إفكت أو بلاجنز خاصة للفوتوشوب، لكن ممكن نسيبهم كسابريت فايلز PNG TGA تارجا TIF، يعني تحفظ اللايرز والألفة معهم. الأوبشن الثاني ديليت، ممكن أعمل إزالة للقطعة اللي عندي هون بحيث أني ألغيها بشكل من الفريم بفر عندي هون. الأوبشن الثالث اللي هو تراكينج للماوس، بتبع الماوس لما نجي عملية الريندرينج بتبع الماوس بحيث وين تتوجه في الماوس على المناطق المهمة بعملها ريندر الأولوية له، أو إذا تطفيه هيك مطفي هيك شغال، الفرق بينهم بسيط، اللون الجري الأسود الغامق شوي إنه شغال، بيكون عبارة عن إنه يتبع الماوس حسب مكان أو اللوكيشن خاص في الماوس. الآن الأوبشن اللي بعده هو الريزوليوشن، تيست ريزوليوشن. مرات بيكون أنا عندي ريزوليوشن خاص فيه، لو رحنا على كومن يكون عندي فول اتش دي السايز فول اتش دي، لكن حاب أعمل تيست رندر وذ يعني 500 نسبة الريزوليوشن، فعندي أكثر من نسبة الريزوليوشن، 50% نسبة الريزوليوشن، فممكن أفعله. على فكرة الفرق بين تفعيله وعدم تفعيله كبسة صغيرة يدوب، هيك مفعل لما تكون لونها غامق أكثر، هيك غير مفعل. فلما أعطيها غامق أكثر ورندر برندر 50% من حجم الـ 1920x1080 فبعطيني نصهم، أو ممكن أعطيه 150%، فهذا التست ريزوليوشن عشان أعمل تست للريزوليوشن بشكل عام. والآن الأوبشن اللي بعده هو ريجون، إنه أنا ممكن أختار ريجون منطقة معينة أعملها رندر، ممكن هذا الريجون أحركه من مكان إلى آخر، ولاحظ إنه بعطيني قراءة البكسل تبعه، قراءة البكسل تبعه كم في كم البكسل تبعه الخاص فيه، فبحدد كم ماخذ نسبة من الشاشة كريزوليوشن، وبنفس الوقت بحدد كم حجمه. ففي عندنا كوردينيتس خاص فيه، كوردينيتس اللي هي كم الإكس والواي بالأعلى والإكس والواي بالأسفل، وبشكل عام كم حجمه بالبكسلز، كم حجمه X كم حجمه Y. الريجن المنطقة الثالثة أو الثانية اللي هي Debug Rendering أو Debug Shading. Debug Shading هي كانت بيرجن 4 تحفة فنية وما زالت، لكن هي مختصة برندر الأكتف اللي بنفس اللحظة. نتكلم عنها الـ IPR Render، نتكلم عنها بشكل سريع. لو دخلنا على Default Shading Standard، دخلنا على VRAY Viewport IPR اللي هو الرندر نفس الفيوبورت تحول عندي إلى رندر بشكل عام، نشغله نستنى ثواني بس.
أخذ وقته، لأنه الآن بلش يتعامل مع كرت الشاشة، فبدل قدرات كرت الشاشة. الآن إذا بتلاحظوا لو دخلنا على الديباجينج اللي خاصة بالستاندرد هون، في عنا Viewport IPR Debugging Isolate Selected، كليك عليه، يعني اللي أنا بلمسه في الماوس بيكون هو Selected بهالشكل، اللي أنا بلمسه في الماوس بيكون هو Selected للرندر بشكل أو بآخر. هاي الناحية الأولى. لو دخلت على Lighting الآن بيظهر لي Lighting داخل الفريم بفر. طبعا تتذكروا الأمر الخاص بالفيري، في عنا Option بالGlobal Switches، كنا نعمل Ghost Material من أجل نعمل Setup لللايتنج. أوكي، هذا الأوبشن بيزيدني أو بيزيدني أهمية إنه ممكن ما أعمل هذا الشيء عن طريق الماتيريال Ghost، بختاره عن طريق Debugging Render، وأبلش أروح أدخل على موضوع اللايت ليستر وأبلش أعدل في اللايتس. بس أعمل لي Loading لللايتس، بصير يظهر عندي اللايت اللي محتاجه. ممكن اللايت الأول ألغيه أشوف تأثيره، اللايت الثاني، اللايت الثالث اللي هو السيلينج، اللايت الرابع. فلاحظ الآن بلش يطفي عندي لايتس. فالآن بحدد إنه هذا اللايت ممكن يكون مفيد، ممكن يكون الأفضل زيادته أو تقليله. هذا اللايت اللي هو أوت لايتنج اللي هو تبع الويندو، بدل 80 أعطيه مثلا 200، بزيد إضاءته الآن بفور this one، أعطيه 200، بتزيد قوته بهالشكل. فأنا ممكن أزيد إضاءة وأقلل الإضاءة، لكن كان مشكلته إنه بيعتمد على كرت الشاشة بشكل كبير، فبيسبب بطء وفي عزوف من بعض اللي بيشتركوا في عملية الريندرينج داخل الفيوبورت، بيحاولوا يبعدوا عنه لأنه مؤذي جدا ومحتاج كرت شاشة قوي. مؤذي من ناحية سرعة بس، إنه بيأخر اللي بيتابع هذا الموضوع. فالاي بي ار ممتاز جدا لكن محتاج كرت شاشه مميز. نطلع من اوبشن والان ندخل على الفريم بفر مره ثانيه ونكمل باقي الاوبشنز. الان ممكن اشغل هذا الشيء عن طريق الديباجنج اللي عندنا في المنطقه اللي هون. فلو فكرنا الان نتعامل مع الديباجنج عن طريق الريندر نفسه اللي هو ستار اي بي ار، حيتكون معي هون في المنطقه اللي هون. بما انه شغال عندي البفر الفريم بفر حيتكون مباشره عندي هون مش بالشاشه الخارجيه. فهون التعامل مع السي بي يو مش مع الجي بي يو، حيكون اسهل في عمليه الايديتنج بشكل او باخر. لاحظوا كيف الان ظهر معي بداخل الفريم بفر. هون اسهل، لو رحت على ستاتس حلاحظ انه شغال على السي بي يو مش على الجي بي يو، على السي بي يو مش على الجي بي يو. فهذا اللي بيفرق بين الاثنين، وهذا افضل الان صار امبروفد اكثر بفيرجن 5. الان انا ممكن اشوف الديزاين كامل، طبعا نحط دبل كليك على رقم 2 عشان اشوفه في المنطقه اللي هون. فبشوفه بدون ماتيريال عشان ما ياثر علي في الحكم علي على الاضاءه. فممكن يكون F2، ممكن يكون النتيجه اوضح والحكم اسهل. لاحظوا انه الديباجنج اشتغل عندنا هون، فممكن اختار يكون الامبيانت، فاعطاني الامبيانت للمشهد. برضو كمان حيكون غير الامبيانت، نختار الواير فريم. الواير فريم كثير ممتاز، بيعطيني السورس المصمم منه السلك اللي هي الواير نفسه، الاجزاء المكمله بشكل سلكي. وفي عندنا ايزوليتد، ممكن اختار اي اوبجكت اختاره بيطلع عندي مباشره تاثيره هون. ممكن حتى اختار لايتس او اختار ماتيريال يظهر معي بالطريقة نفسها. كليك هون برجع لي كل شيء ستاندرد زي أول. هذا ما يتعلق في الاي بي ار. نعمل ستوب للاي بي ار، أعطيه ستوب. ممتاز. الآن نيجي لجزء مهم جدا. طبعا هون تيست ريندرينج، هون ستوب ريندرينج، هون ريندر النهائي. هون تيست ريندرينج اللي هو الانتراكتيف ريندر، ستوب ريندرينج أو أبورت ريندرينج، أبورت ريندرينج، وذن في عنا ريندر نفسه. نيجي على اللايرز، هون في نقلة مهمة ومعلومة كثير مهمة. عادة بالسورس ميكس لايت عنا RGB، في عنا ميكس لايت، وفي عنا كومبوزيت. بالنسبة للميكس لايت لا تعمل
على النظام الجي اي الخاص بالإيردنس ماب. اذا عندي إيردنس ماب وفي عندي بروت فورس ولايت كاش، طبعا لايت كاش نو واي انه يكون برايمري انجن، على الاغلب هو سكندري، لكن ممكن تعمل تيستينج لشيء معين بحيث يكون برايمري انجن. إيردنس ماب ممتازه جدا، لكن هي حل من حلول الاضاءات المتعدده. نسبه الكواليتي والاكوريسي اللي فيه تقريبا تواصل 95%. البروت فورس نسبه الواقعيه فيه او الحسابات او دقه الحسابات 100%، ما في مجال للخطا. فعشان هيك البروت فورس نوعا ما بيكون اكوريت 100%، فبيطلع لي بيطلع عندي اهميه انه يكون with light mix، بحيث لو تغير اللايت بيكون حساباته دقيقه 100%. لكن البروت فورس في نسبه توقع، نسبه اجتهاد من نفس البرنامج. ترى على فكره طريقه ذكيه جدا في عمل النتيجه في الرندر، انه ما اخذ كل السامبلز، ما حسب كل الحسابات اللي لازم يحسبها الرندر. فعاده الايردنس ماب مصمم اكثر او في اتجاه اكثر للداخلي، والبروت فورس للخارجي. هو ما له علاقه بالداخلي والخارجي، له علاقه بكميه المصادر الضوئيه. كل ما كانوا كثار كل ما كان الايردنس انسب، ايردنس ماب عشان الوقت، وكل ما كانوا بشكل عدد قليل كل ما كان البروت فورس انسب. ليه؟ لانه البروت فورس محتاج يحسب كل ضوء بشكل اكوريت 100%. طب الحاله هاي مش حقيقي الايردنس ماب؟ لا، نسبه الواقعيه 95%، يعني مين حيفرق بينهم؟ لكن 95% ال5% اللي ضلوا من 95 بيأثروا على الوقت كثير، فبيكون اسرع اسرع اسرع. لكن ننتبه بالايردنس ماب في عندنا اوبشنز، اللي دخلنا عليها وعملنا هاي وعملنا ادفانس، مثلا ادفانس اللي هي اكسبرت، وشغلنا ديتيلز انهانسمنت، صار زيه زي البروت فورس او قريب جدا منه، فبتاخر اكثر اكثر اكثر. فننتبه للاوبشنز اللي عندنا خاصه في البريست الخاصه في الايردنس ماب. لكن عشان نكون بالسيف سايت، عشان نشغل الميكس لايت ويشتغل معنا بكفاءه عاليه، لازم يكون بروت فورس. هذا شرط، اذا ما كان بروت فورس ما بيشتغل معنا السيستم الخاص في الميكس لايت. امورنا تمام، هذا اوبشن لابد منه. غير هيك انا لما اطلع على الرندر عندنا هون واشوف النتيجه عندي هون، اطلع على اللايتس، لغيت اللايتس كلهم راحوا كاملين، ممتاز. حشغل اول لايت، اللايت الاول عندي هون بلونه، ممكن ازيد اللون، ازيد اللايت، ازيد قوته، اتحكم فيه بشكل كامل. طبعا هو عماله بيشتغل دي نويزنج وانا عمالي برندر. لو رحت على اللايت الثاني اللي هو الخارج، خففته قوي جدا، خففته، انا خففت الاول، خفف الثاني، وغير حتى لونه، ممكن اعطيه شويه ازرق لانه اصلا جاي من السكاي، من اوت سورس، النزل الاسفل شوي، ازرق فاتح او ازرق بارد، هذا التاثير تبعه. وممكن يكون اللايت الثاني شغال العلوي، اخفف اضاءته نوعا ما، ازيدها، فعندي الحريه اني اتعامل مع الاضاءات بشكل او باخر. والدينوزر شغال، ممكن اخففه وممكن ازيده، هو الديفولت. في عندنا سترونج، ممكن ازيده لسترونج او اعمله ميلت. نشوف الصوره الثانيه، دبل كليك على الصوره الثانيه، نفس الشيء حيكون عندي القدره نعمل ديليت بس للاولد اديتنج، حيكون عندي نفس القدره لانه الاثنين عملوا على البروت فورس مع بعض. في عندنا ميكس لايت، وهي الميكس لايت اللي عندي، وهذا الريزوليوشن النهائي. فممكن يكون اول لايتس مطفيين، عندي اللايت الاول بتحكم في قوه الاضاءه الخاصه اللي فيه. على فكرة اسمه كورونا لأنه أصلا المشهد اللي عندهم كان كورونا سين، فعملتها عن طريق كونفيرتر، this scene converter حولته لفيري، واللي هو أصلا من عمل ريندر سابقا على كورونا انجن. هذا اللايت الخارجي، ممكن أتحكم باللون تبعه كمان يكون مختلف. شوفوا الباورفول قديش في باورفول في الموضوع، أنه أنا بعد ما أخلص ريندر وأنهي بعمل editing وعدل واضيف واقرب واحاول ارفع وانزل اضاءات. بيرفكت. لو عملنا هذا الشيء كله على كل الاضاءات بشكل عام وعدلنا عليهم، وعجبني الموضوع حاب اني اسيفه بحيث، طبعا هاي لسورس ثاني، في عندي غرفه حمام وفي عندي اكسشينج روم فيها لايتس، فكلهم محسوبين مع نفس اللايتس. بشكل عام حصلت على لايت معين. الان يعني ايش كلهم شغلتهم؟ عدلت على اللايت رقم 44، في عندي اضاءه اعلى، عدلت على اللايت اللي هو 19 لون ثاني. كيف اسيف هذا الشيء على الصوره الاصليه؟ يعني اللايت اللي هون فعليا زدته كيف احول الزياده عليه؟
اللايت اللي على الشباك هون زدت اضاءته، كيف احول زياده الاضاءه عليه يعني يثبت بدي هيك على طول بدون ما اغير هذول. ففي عندي كبسه هون اسمها تو سين. تو سين يعني انقل الداتا اللي انا عدلتها الان في الميكس لايت على اللايت الاصلي، على اللايت الاصلي بحيث تصير جزء منه. اول ما اكبس عليها بتجيني مسج بتحكي لي انه هذا حيتغير، يعني نفس اللايت حتزيد قوته او تقل حسب تغييرك له. نعطي يس ما في مشكله. الان رجعوا زيرو، رجعوا يعني ستاندرد واحد، ورجعوا نفس اللون ابيض، وصار التغيير حاصل على نفس القطعه، على نفس اللايت نفسه. سامحوني طولت عليكم، معلومات كثير مهمه وفيها فائده لكم. الان نيجي على الكومبوزيت. الكومبوزيت عباره عن فوتوشوب داخل البرنامج. لتسي انه انا في عندي ملاحظات بدي اعدل شويه اشياء، لتسي بدي اعدل شويه اشياء، مثل ايش؟ مثل اني اعدل على الارضيه، بدي ازيد او اقلل الوانها، ازيد البرايتنس تبع، اخففه. فهي الباورفول اذا ما كنت عارفها بصراحه محتاج فوتوشوب. والان يعني فوتوشوب مش سيء، ممتاز، بس مع الفيرجن الحديث حتحس ان الامور صارت بسيطه سهله، مش محتاجة تروح على الفوتوشوب عشان تعمل الا اشياء كثير كبيره، بس اشياء بسيطه زي هاي بتعملها داخل الماكس. فدخلنا على الكومبوزيت، في عندنا لاير، ممكن اشغل اي لاير. مهم حيكون في عندنا لوك اب تيبل اللي هي عباره عن تنت كلر، في فيلمك تون ماب، في كيرفز كلر بالانس، ممكن اختار كلر بالانس. ولاحظ انه في عندي الكلر بالانس ممكن يكون باكثر من ليفل، بالاول او بالشادو او بالميد او بالهايلايتس، وفي نسبه اوباسيتي، وفي بلند سيستم زي الفوتوشوب بالضبط. فممكن ازيد الماجنتا اخففه، ممكن ازيد اليالو اخففه، تقريبا بهالشكل. عدلت اشي بسيط لكن التعديل قوي جدا، لانه اوفر رايت ممكن اختار يكون اد او يكون داركن او يكون ملتيبلاي. ممتاز ملتيبلاي لكن كثير غامق. هخفف الاوباسيتي لدرجة بسيطة جدا، يعني حيكون 0.2. نشوف الان بيفور وافتر، بيفور وافتر. الان بيسيف المشهد كامل عشان هيك بالاوتو سيف اخذ وقت. بيفور افتر لازم يكون تأثير طفيف. طب نعمل اشي مميز، راح اختار رايت كليك واعطيه نيو فولدر ونسميه تيست، حيكون اسمه من هون تيست. شو حنعمل في هالتيست؟ بدي اضيف لايرز، حاطي نيو لاير. اللاير اللي حضيفها من نفس اللايرز اللي هون موجوده في المنطقه اللي هون، موجوده في المنطقه اللي هون. شو هي اللاير؟ هالمره ما بدي لاير من نفس اللايرز، بدي لايرز من اللي انا عملتهم، اللي هي عباره عن ريندر اليمنت اللي انا اضفتهم في الافتن اللي هي ريندر اليمنتس. ايش محتاج ريندر اليمنتس؟ في عندي قائمه الريندر اليمنتس كاملين هون. محتاج الاكسترا تكستشر، تذكروها، اللي بتعطي ظلال، بتعطي ظلال اللي هي امبنت اوكلوجن. حاب اركبها على الصوره الاصليه. طب ممتاز، حاب اركبها عن طريق ملتيبلاي، احنا دربنا واخذناها في الفوتوشوب على الملتيبلاي بناخذها. فنفس الموضوع هون، بس اللهم تغير في التولز. فباخذها على الملتيبلاي، ممكن اخفف الاوباسيتي تبعها وازيده، فصارت الامبينت اوكلوجن اللي هي اكسترا تكستشر اللي اصلا انا عملتها عن طريق افتن، هاي افتن اللي هي اكسترا تكستشر، واضفت عليها ديرت ماب من داخل الفيري ريندر اليمنتس. في عندنا اكسترا تكستشر، والاكسترا تكستشر فعليا هيها اللي هي ماب، وانا مفعل عليها الدينوزر. الدينوزر ام سوري ما فعلته بالخطا، الان على الفاضي لو فعلته ما. لازم قبل الرندر ما فعلته، مش طالع عندي مشاكل لانه الدينوزر الان شغال لي حتى بعد. لو رحت الان على ماب ماتيريال واظهرت الماتيريال عن طريق الدراج هير، حتلاحظ انها عباره عن فيري فيري ديرت، والمسافه نص متر بس، فاعطتني هذا السواد. فحصلت على الديرت عن طريق الكومبوزيت واضيفه هون، وحتى وهي ما عليها دينوزر. شوف كيف الدينوزر اول ما اعدل بظهر عندي نويز، هاي النويز الان حيزبط لي. فالدينوزر لايف حيكون شغال على طول، حيكون شغال على طول الدينوزر. طيب نختار كمان لاير ثاني، رايت كليك، والان حيكون عندنا شيء جديد من لاير اليمنتس. حختار التكستشر الخاص في الماتيريال. في عندي ماتيريال هون، اوكي، الارضيه، هاي الارضيه اللي هي البلاط نفسه. رحنا على البلاط اللي هو الباركي، وحاب اني اعدل عليه واعطيه لون التنت تبعه بلون قريب من الاصفر اللي هون. بيك فروم سكرين واختار هذا اللون، هذا التاثير ظهر عندي هون، اعطيه اوكي. طب
حيكون اد لا حختار ان يكون ملتبلاي كثير اثر على الصوره فبختار الاوبشن المناسب الان بعمل هافر اوفر بلف العجل سكرول داون في الميد ماوس بوتون شوف كيف بحاول اعمل والف اشوف الانسب 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 ممتاز بيفور افتر بيفور افتر سبوت لايت بليند 8 بت هيك زدت اللون وخففت اللون بهالشكل فممكن اثر على اليمنتس واحد في المشهد بدون ما اثر على الكل بس عن طريق اوبشن واحد ولاحظوا ممكن ازيد اللايت واخففه ازيد اللايت واخففه اللي هي قوه التغير ممكن اللون يكون ازرق مثلا نعطيه لون ازرق ما له علاقه الازرق بس اعطاه بروده في التاثير اعطاه بروده في التاثير فالان نشوف بيفور افتر بيفور افتر بيفور افتر التاثير طفيف بسيط لكن جميل جدا اني اعرفه على فكره بالبدايه حتحسوا الموضوع اوف كثير تفاصيل بكل امانه كل الطلاب الرائعين اللي جربوا اكثر من مره حسوا انه لا يمكن الاستغناء عنه وهي والله من تجربه شخصيه فبتمنى تكونوا صبورين تتحملوا هذا الشيء لانه المميز محتاج يكون مميز حتى في تعبه عشان يكون مميز في شغله بنكتشف من هذا الشيء انه الاخراج النهائي لاي شوت بيعتمد على عينك انت انت عينك هي اللي بتحدد مقدار الجمال فعشان هيك دربها على رؤية الجمال اصلا تابع مواقع مهمة تابع شوتات خرافية واقرأ الواقع الواقع نفسه اللي احنا عايشين فيه اقرأه شوف التفاصيل الظلال كيف تفاصيل انعكاس شيء مقابل شيء والنهار والجو نهار او الجو مثلا ليل يعني حسب الإضاءة اللي حولك حاول تكون عندك دقة ملاحظة وتنتبه وتقرأها عشان تطبقها داخل 3D بدك تقرأ الواقع صح فالمطلوب يتدرب أكثر شيء عينك على هذا الشيء فاللايرز ممكن أضيفهم ممكن أضيف أكثر من لاير أكثر من أوبجكت بنفس الطريقة السابقة لكن حبيت أني أعطيكم سامبل سريع عشان ما أطول عليكم أكثر سامحوني أنا طولت كثير بعرف وتحملوني وأشكر تحملكم بس بالنهاية لمصلحتكم بتمنى طبقوا عليه مرة ومرتين وثلاث وأنا تحت أمركم في أي سؤال أو استفسار عبد الرشيد بخدمتكم السلام عليكم.